بيكرم واحد منه هو مزقطط، حاسس ان التكريم بتاعه هو. فسمعت تعليقات بتاكد اني لما بطلع نموذج قائد الراي واقول ان ده مننا فينا، نقدر نكون زيه، اقدر اكون استاذ دكتور في الجامعه، اقدر اكون طبيب، اقدر اكون مبرمج، اقدر اكون بتعامل مع التكنولوجي، كل حاجه متاحه اقدر اعملها اقدر اعملها. اتمنى لكم النجاح الكبير والتوفيق الكبير من الله، ثم الدعم الذاتي اللي كل واحد فينا يقدر يطلع الدعم من جواه ويقدر يحفز نفسه على المشاركة في الحياة. يا رب السنة دي تحمل جزء من انتهاء حالة السخرية والتنمر. على فكرة السخرية احنا كلنا بنمارسها تجاه بعض، يعني مش بس قصير القامة ولا المكفوف ولا التخين شوية ولا الرفيع شوية، لا لا، ده احنا بنمارس السخرية، هي طبيعتنا كده، احنا عندنا سرعة في السخرية ونعتبرها جزء من خفة الدم. فإذا نجحنا في تقليل السخرية من بعضنا البعض نظرا لاختلافاتنا، ثم تقليل حالات التنمر وإن احنا نبقى هجوميين مع بعض أو مع حتى أنفسنا، أكيد هتبقى 2018 سابت أثر كبير. بشكركم جدا جدا، أسعدتوني ومدينة.